كريم غصب غير تسلم دغيا نتوما غارين اللي بنين المجهود يكبد جميع الميادين دغيا نبدا نتكرم نتحطيك ولا بغيت نتوما غارين نتكرم عفوا حما ساكتين المجال الثقافي المجال الجمعوي المجال الفني لا غير الممثلات لا غير الرسامات لا غير التطبيب لا غير القابلات لا غير الصيدليه يفربي الميادين اللي فرانك كرم نتوما غارين دار كله تشكر وليد كله حاضرين وليد هنا قال لنا زوج نسات حاضرين الحفله دار نكونوا تشكر كري قالت لنا سي سمين نشكر وليد عاملين لنا الحفل بالقليل ولا بالكثير نشكر رؤساء الجماعات كري قالت لنا سي سمين وليدي حاضرين غير البرلمانيين اللي حاضرين رؤساء الجمعيات جمعويين اقتصاديين سياسيين كل وليد حاضرين الحفله دارت نسيت نشكركم على التغطيه لهذا الحفل الحفل البهيج هذا الحفل ديال التميز النسائي اللي كان مسبع تنظيم ديالو في سنه 2020 اليوم العالمي للمراه ولكن التزامن ديال جائحه كورونا امتثلت الجمعيه لقانون وقرار ديال السلطات المحليه والسلطات الوطنيه بمنع جميع التجمعات اليوم ان شاء الله مع هذا القرار ديال السلطات المغربيه بتنظيم الحفلات بعدد محدود كما كتشوفوا اخترنا جميع التدابير الاحترازيه واخترنا هذا المقر هذا المحفل هذا المركب السياحي للاحتفال بهذا النساء هذا النساء اللي فيه ما يناهز 40 سيدة أو أكثر اللي برزوا في جميع المجالات يعني حفل إقليمي 22 جماعة فيه النساء اللي برزوا في مجال الطب الثقافة الفن الرياضة العمل الاجتماعي العمل الجمعوي يعني جميع الميادين وإن شاء الله الجمعية عازمة على الاستمرار في هذا المنوال لأن الهدف دياله وخا أنه حفل رمزي والجائزه كتعتبر جائزه رمزيه ولكن ابعد الى ابعاد كبيره والهدف ديالنا هو تشجيع هاد السيدات باش يكونوا العبره للسيدات الاخرين وكذلك التشجيع ديالهم باش يستمروا على التفوق ديالكم كنشكروا جريده صوتنا على هذه التغطيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم كنتواجدوا هنا بالمدينه ديال بيبرا حفل التميز الاقليمي. صراحه انا سعيده وجد مسروره تكريمي رفقه نساء جمعويات نساء فنانات فاعلات في جميع الميادين متميزات بارك الله عليهم وجد مسرور كنشكر بزاف جمعيه التميز الاقليمي على هذا التكريم وانني رغم انني لست من المنطقه ولكن ابت ان تكرمني كضيفه شرف من منطقه اخرى وتكرمني مع النساء ديال شتوكه كنشكرهم بزاف وكنشكر جميع الفاعلات هنا والنساء المتميزات اللي كنتمنى لهم الاستمراريه لان المراه ديما ملي كتعطى ليها الفرصه كتزيد وكتبدع وكتطور في حالها وكتقدم افضل ما عندها اذا كنتمنى ديما يكون تشجيع للمراه ويكون الدعم ليها اكثر واكثر لان المراه راه عنصر فعال وعنصر فاعل في المجتمع وبها كتقدم المجتمعات وشكرا لكم وشكرا للجديد صوتكم شكرا. اليوم كيتم تكريم ديال مجموعه ديال النساء اللي تفوقوا في كل وحده في الميدان ديالها. الحقيقه شعور جميل احساس رائع وحنا كنتكرموا في ارضنا اللي او المنطقه ديالنا اللي هي منطقه شتوكايت باها او اقليم شتوكايت باها. وانا كممثله لإيدو قنيضيف حصلت على جائزه او ميداليه الذهبيه لليونسكو في الفنون التشكيليه في 2020 بباريس في فرنسا. في الحقيقه اي تتويج ما يمكنش يكون نفس الاحساس وانت كتتوج في المنطقه ديالك وسط الاهل ديالك وسط الناس ديالك وكنتمنى من كل قلبي انه هذه المبادرات يبقاو ويشجعوا المراه خاصه المراه السوسيه كيف ما كتعرفوا انه المراه السوسيه مبدعه في جميع المجالات والدليل اليوم معنا في يعني نساء في المجال الجمعوي في المجال الفني في الثقافي يعني شي حاجه اللي هي كبيره بزاف. كنتمنى ان المراه المغربيه وبالضبط المراه السوسيه تلقى بلاصتها في المجال الثقافي في المجال الثقافي وان شاء الله ان شاء الله هذه المبادره غتكون يعني مثمره وتشجيع لكل امراه متميزه ومبدعه. شكرا.